نعم سيدي، بالنسبة للتلقيح، نعم سيدي، هذا راه واجب كالصلاة. هذا راه الدولة، هذا راه علماء صنعوه، ما جابوش من الجبل ولا حفروه، حفروا عليه نبتوه من الأرض. دولما علماء عمي سهروا وخدموا الحق. يا ربي امين. المسؤولين علاش اسيدي المسؤولين راهم حقرنا؟ حقرين كيفاش حقرينك؟ ها انت كتمشى هنا حقره، هذه منين نزلت عليك انت الحقره غير بوحدك؟ نعم لا شوفي، هذا الانسان اللي كيقول لك تلقيح كذا ما كذا، انسان غبي. من الدوله شوف فين تصنع هذا الشيء، هذا فين؟ امريكا. ها احنا احسن منهم؟ ها تبغي تحدى العالم ولا؟ وثانيا غادي يجيبوه للدوله، والدوله ديالنا حتى احنا ما شاء الله عندنا خبراء في هذا الشيء، في هذا المجال الصحي، راهم غادي يكتشفوه وغادي يفوتوا عليه، عادي يفوتوا للشعب. اذا وهما الاولين، شكون اللي غادي يدير التلقيح الاول؟ ها شكون هما؟ الاطباء. ايوا حنا علاش؟ الا قلنا لا احنا حيوانات. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشكر الموقع ديالكم اللي كيخرج يدير هذه التوعيه للمواطنين بصفه عامه. في وجهة نظري هذا الموضوع تاع التلقيح زعما ارى انها فكره ايجابيه باش كاع المغاربه يخرجوا يديروا التلقيح، لان ما احنا المغاربه كتبكري نعقلوا الناس الاجداد ديالنا كانوا يقولوا لنا كيجي الطاعون، كتجي الحصبه، كان يجي السعال الديكي، كان يجيو عده فيروسات كتفتك بالبشريه. واليوم الحمد لله العلم تطور ودوات اللقاحات يخرجوا كل شيء الحمد لله. اعتقد ان هذا اللقاح المغرب عنده ثقه كبيره فيه، لانه وقعت تجارب سريريه على ما نسمعوا وكنشوفوا في نوسينا وداك الشيء، زيد من 600 مغربي خذات هذه التجربه وعطات الفعاليه ديالها، وحنا الثقه في الدوله ديالنا راه اوتوماتيكمون مصلحتها الشعب ديالها يكون ملقح ضد هذا الوباء. وكنسمعوا شي اشاعات كتحضر منه كذا، لا اعتقد ان هذه الاشاعات زعما لا تصدق. بالنسبه ليا الانسان العاقل، الانسان العاقل لا اعتقد انه غادي يصدق هذه الافكار. هذا التلقيح اعتقد انه مزيان، وغادي نكون انا اول واحد نديرو لان نعاني من مرض السكر، غادي نكون انا اول واحد ان شاء الله. ونتمنى زعما المواطنين خصهم يفهموا باللي الدوله راه كتخدم واحد الحاجه اللي هي الصالح تاع المواطن ديالها، ما عندهاش الصالح الدوله تبقى عايشه هذه الازمه والشعب ديالها يمرض، وهذه هي الرساله ديالي. السلام عليكم. بالنسبه للتلقيح، ندير تلقيح علاش ما نديروش؟ الا كان غادي يحميني ويحمي العائله ديالي ويحمي المجتمع ديالنا بيان سور غادي ندير تلقيح، حتى انا بحالي بحال اي واحد. ونتمنى كاع المغاربه تاهما يديروا التلقيح، والله يهزها لينا هذا الوباء ان شاء الله. السلام عليكم. التلقيح خويا ندير التلقيح وانا فرحان بهذا التلقيح، لحقاش بهذا التلقيح ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونوليو حياتنا الطبيعيه وكما كنا عايشين. ونتمنى كاع المغاربه ان شاء الله يساهموا لا من قريب ولا من بعيد باش تنجح هذه العمليه ديال التلقيح. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.